وصل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مساء اليوم إلى مملكة البحرين. وكان سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في مقدمة مستقبلي سمو ولي عهد الأردن حفظه الله لدى وصوله إلى أرض البلاد. وقد رحب سمو الشيخ عيسى بن سلمان بضيف البلاد سمو ولي عهد الأردن متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.